الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، من السخاط الأثبات وهو أخوه الجماعة إلى الترمذي، مقرونا بعلي بن محمد، وعلي بن محمد الطنافسي من السخاط الأثبات. قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي من السخاط الأثبات رواه الجماعة، عن أبي هلال، عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة، لا عن أبي هلال، عن أبو هلال ومحمد بن سليم أبو هلال الراسبي البصري. نعم، عن عبد الله بن سوادة. صبرا ما تكلمنا. البخاري ذكره في الضعفاء، وأحمد أيضا قال ليس بصحيح الكتاب وضعيف. أنا سعيد قال ليس بالقوي. الدرقني قال ثقة، وذكر ابن حبان في المجروحين، وقال شهد ابن مبارك جنازته، كان ابن القطان لا يحدث عنه. عامة الحق أنه حسن الحديث لكنه يخطئ كثيرا. عن عبد الله بن سوادة، عن عبد الله بن سوادة ابن حنظرة القشيري البصري، ثقة، قال ابن معين ثقة، قال النسائي ثقة، قال العجلي ثقة. عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشعث، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من السبع مثل عن نبي الأمين. نعم، عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل، وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب، قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال ادنو فكل، قلت إني صائم، قال اجلس، قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام. لا، وأنس بن مالك قال رجل، ليس أنس بن مالك الذي هو من السبع المثنى عن النبي الأمين، يعني هذا خطأ من وهم مننا. هو أنس بن مالك الكعبي القشيري له صحبة. وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب. نعم، لا، كلام كله على أنس بن مالك الذي هو سمي أنس بن مالك اللي هو من السبع المحرمين. نعم، قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال ادن فكل، قلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي، فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يتحصل لنفسي حصلاته، كيف لما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت الرخصة موجودة. وإن الله يحب أن تؤتى رخصوك ويحب أن تؤتى عزائك. قال المصنف رحمه الله، عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف فيه ربيع بن بدر وهو ليس بشيء، هو علة الحديث ربيع بن بدر ليس بشيء وهو ضعيف جدا. قال المصنف رحمه الله، باب ما جاء في قضاء رمضان. لا 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 لا، رخص الحديث. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها. نعم، يعني أن تفطر. هذه أولا، هذه الأبواب أبواب عظيمة جدا، فيها هي أبواب عظيمة فيها بيان رحمة الله بعباده، فيها بيان هذه الشريعة الغراء، وأن هذه الشريعة أحكامها أحكام على التيسير على عباد الله جل في علاه، وأن الله ما حكم وما شرع لهذه الأمة شرعا إلا وفيه الخير وفيه التيسير على الأمة، كلها تحقيق مقاصد الشريعة في اليسر في هذه الأحكام. إذا ضاق الأمر اتسع، إذا خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما، وأيضا المشقة تجلب التيسير. هذا كله محقق في ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو شرعه الله جل في علاه، ونقله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السفر. السفر قطعة من العذاب. شوف، انظر هنا مقاصد الشريعة كيف تنظر إلى مصلحة العباد المكلفين. السفر قطعة من العذاب، لذلك يناسبه التيسير، يناسبه التيسير، فهو قطعة من العذاب وفيه مشقة، ولذلك المشقة دائما تجلب التيسير.
فالمسافر وضع الشرع شطر الصلاة عنه، ووضع الصوم عن المرأة عن المسافر أيضا وضع عنه الصوم، ووضع عن المرأة الحامل وعن المرأة المرضع الصوم. ما معنى وضعه؟ حمله بعض العلماء على الوجوب، وضع يعني ألزم، ألزمه بوضع الصيام، وهذا قول من قال بأن الفطر في السفر واجب، وأن قصر الصلاة في السفر واجب، هذا قولهم، وهذا خطأ بين. وقلنا بأن المسألة على الرخص وليس فيها إلزام، ومن أخذ بالعزيمة له ذلك، فله ذلك. فقد أفاد هذا هذان الحديثان أن الحامل والمرضى إذا خفتا إن صامتا على الضرر على أنفسهما أو على الولد فلهما الفطر، وتقضي أياما مكانها. هذا خلاف بين العلماء، هل تقضي مع الفدية أو لا، أو تقضي بغير الفدية. نعم، ذهب جمهور أهل العلم، ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها عليها القضاء والكفارة، وأخذوا بقول ابن عباس في الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على طفل أو على والديهما أفطرتا، وهذا قول ابن عمر، لكن ابن عباس لم يلزمها بالقضاء، وابن عمر لم يلزمها بالقضاء. فالشافعية والحنابلة نظروا إليها نظرين، النظر الأول أنها كالمريض الذي يرجى برؤه، ووجدوا بأنها إن خافت على والديها تكون عليها الكفارة، ليس لها بل الكفارة من أجل الخوف على والديها، لأنه لم يرخص لها في الصوم لنفسها بل لغيرها، فلذلك ألزمت بالكفارة. هذه وجهة النظر الفقهية، لم يرخص لها في الفطر لنفسها بل لوالديها. نعم، فلذلك قال الشافعية والحنابلة عليها القضاء لعموم قول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين. أما أبو حنيفة وأما المالكية ففيهم خلاف، المالكية قالوا بالتفصيل إن كانت حامل وإن كانت تخاف على ولدها أو تخاف على 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 نفسها، ففرقوا بين الخوف على الوليد وخوف على نفسه. على النفس أصلا في القضاء دون الكفارة والقضاء مع الكفارة. وتوسط القول الإمام أبو حنيفة وقال تقضي لأنها كالمريض الذي يرجى برؤه، والمريض الذي يرجى برؤه عليه له الفطر رخصة، وإن كان سيتضرر إن لم يفطر يبقى الفطر وجوبا، وعليه القضاء لعموم المقتضي في قوله جل في علاه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وإن كان مريضا يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهنا المرض مرضان، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. المرض الذي يرجى برؤه أنه يتعافى بالوقت، هذا عليه القضاء. المرض الذي لا يرجى برؤه نزل منزلة الشيخ الكبير فليس عليه الصوم، ولكن عليه عن كل يوم أن يطعم مسكينا، والحامل كالمرض الذي يرجى برؤه، إذن فما عليها إلا القضاء وليس عليها الكفارة، إذ الأصل براءة الذمة من الكفارة ولا دليل على الكفارة. ولذلك الشافعي والحنابلة قالوا في المرضع قد يقال فيه ذلك دون الحامل، بأن المرضع قد تخاف على الوليد ليس على نفسها، فإن خافت على نفسها فلا يطعمها، هذا قول المالكية في التفصيل، هذا قول المالكية. والصحيح أنها تطعم ولا تقضي، أنها تطعم ولا تقضي. هناك قول رابع، وهذا قول قد عده بعض العلماء من الشذوذ، هذا القول قول إسحاق بن راهويه، قال هي مخيرة بين القضاء وبين الإطعام، وهذا لا دليل عليه صراحة، هذا لا دليل عليه، هي مخيرة بين الإطعام وبين القضاء، فإن قضت فلا إطعام عليها، وإن أطعمت فلا قضاء عليها، فهي مخيرة بين الأمرين. فكأنه جعلها وسط بين إيش؟ بين الشيخ الكبير وبين المريض الذي يرجى برؤه. والحق أن هذا بعيد، هي إما أن تكون كالشيخ الكبير فلا عليها غير الإطعام،
كما قال ابن عباس، وإما أن تكون كالمريض الذي يرجى برؤه فما عليها إلا القضاء دون الكفارة، لأن الأصل براءة الذمة. وهذا الأسد وهذا الأوفق دليلا، هذا الأسد وهذا الأوفق دليلا. والمرضع شيخناك الحامل، المرضعك الحامل، والمرضعك الحامل. لكن شوف مالك قال الحامل تفطر وتقضي ولا فدي عليه، أما المرضع تفطر وتقضي. ليه؟ للتفريق بين إن خشيت على نفسها أو خشيت على ولديها، على ولديها في هذا الباب. نعم، ولا دليل شيخنا ذلك، ولا دليل في ذلك. ابن المنذر قال للعلماء في هذه المسألة أربعة مذاهب. قال ابن عمر بن عباس سعيد بن جبير يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، يفطران ويطعمان. وهذا قول ابن عباس وهو قول سديد في هذا، لكن ابن عباس ما قال بذلك. الصحيح أن ابن عباس ورد عنه أنه قال، الصحيح أنه قال تطعم ولا قضاء عليها، وهذا قول ابن عمر أيضا. يفطران ويطعمان، نعم هذا هو سعيد بن جبير قال بذلك، يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، هذا قول ابن عباس وقول ابن عمر. قول عطاء بن ابي رواح والضحاك والنخعي والزهري ابو ربيعه، وهو قول ابي حنيفه وقول الثوري، قالوا تقضي ولا فديه عليها، فهي كالمريض الذي يرجى برؤه. الشافعي واحمد قال يفطران ويقضيان ويفديان، وهذا قال مجاهد ومالك فرق. يبقى عندنا اقوال اربعه، اذا عندنا اقوال اربعه في هذا الباب. القول الاول يطعمان ولا قضاء، القول الثاني مقابل القول الأول، هذا قول ابن عباس بن عمر. القول الثاني قول الأحناف، قال يقضيان ولا إطعام، وهم أسعد الناس بالدليل على خلاف المذهب. طبعا الأول أنزلوهما منزلة الشيخ الإيش؟ الشيخ الكبير. الشيخ الكبير قال ففدية من طعام، قال فدية من طعام مسكين، كنت طبعا خيرا فاخر. اما دليل الاحناف فهو عموم قول الله تعالى عده من ايام، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، قالوا يا مريض مرض يرجى برؤه. قول الثالث قول المالك الشافعيه والحنابله، قالوا قضاء وكفاره. وقول ابي هريره صراحه قالوا القضاء جاء بالكتاب فعده من ايام اخرى، والكفاره لنا ما افطرت الا خوفا على صبيح. على والديها. المالكية فرقوا، قالوا لو افطرت الحامل على قضاء فقط دون الفطر، لان الفطر خوف عليه نفسها، ولو افطرت المرضع فعليها القضاء والكفاره لانها افطرت من اجل والدها ونفسها، وكل ذلك لا دليل عليه. اما اسحاق بن راوي فقوله شاذ، ده قول خامس، قال مخيره بين القضاء وبين الكفاره، والصحيح الراجح عليها القضاء دون الكفاره، لقوله جل في علاه فعدة من أيام أخر فهي مريضة مرض يرجى برؤه. هذا مفاد الحديثين. الثاني الحبل التي تخاف على نفسها تفطر، والمرضع التي تخاف على وديها أيضا تفطر. الفوائد المستنبطة، حيثما كان التيسير فثم شرع الله. ديننا دين التيسير، ديننا دين التيسير. إذا جاء نهر الله بطل النهر معقل. النص جاء، ما يصح التعليل الذي يقود النص حل معه. احترموا النص وعظموه بس. فعدة من أيام أخر، فإذا الثالثة الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.